كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. اليوم حنا كنشرفوا على واحد الحدث رياضي اللي هو الدوري الجهوي. هذا الدوري الجهوي مشاركين فيه مجموعه ديال الفرق من الاقاليم الجنوبيه، مدينه المرسى، مدينه طفايا، مدينه السماره، بتنسيق بطبيعه الحال مع جمعيه شباب، بتنظيم من طرف جمعيه شباب الجنوب كره القدم، وبتنسيق مع وزاره الثقافه والشباب والرياضه، قطاع الثقافه والشباب والرياضه، ومع وايضا بتنسيق مع عصبه الصحراء لكره القدم والجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. هذا الدوري هذا كيدخل في اطار يعني العمل القاعدي اللي كينعجم مكتب جمعيه شباب الجنوب، والاهتمام الكبير اللي كيوليه لهذه الفئات، خصوصا الفئات الصغرى لما لها من اهميه، وذلك ايضا تماشيا مع شعار هذا المنتقى اللي هو العمل القاعدي وسيله اساسيه لترسيخ قيم المواطنه وضمانا لمواهب الغد. فيعني هذا الشعار كيحمل شقين، الشق الاول اللي هو ترسيخ قيم المواطنه والمتعلقه يعني بإحياء الذكرى 76 للمطالبه بتقديم وثيقه الاستقلال، والشق الثاني اللي هو ضمان لمستقبل الغد، فهو ايضا كيعتمد على العمل القاعدي. هذا العمل القاعدي اللي نهجو مكتب جمعيه شباب جنوب لكره القدم كاساس يعني لمشروعه النموذجي، واللي هو تمثيل الاقليم بابناء الاقليم ان شاء الله في المستقبل. وكنتمنى ان شاء الله هذا الدوره هذه هذا الدوري هذا يكون عند حسن المتتبعين. وكنشكروا ايضا جميع المساهمين، للسلطات المحليه، السيد العامل، السيد باشا، السيد كاتب العام، جميع المسؤولين اللي سهروا على انجاح هذا الدوري عبر التتبع يعني لهذا الدوري. كذلك تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.